بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى قمر العشيرة أبي الفضل العباس. السادة الأفاضل، المشايخ الأجلاء، الأساتذة الأجلاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحث بعنوان إرجاع الإمامين الباقر والصادق سلام الله عليهما إلى الفقهاء، إرجاع الشيعة إلى الفقهاء في زمن الحضور والغيبة. البحث باختصار يشتمل على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وخلاصته هو إثبات أن الفقهاء ورد من المعصومين سلام الله عليهم، وبالخصوص أنموذج هذا البحث عن الإمامين الباقر والصادق سلام الله عليهما، أنهم أرجعوا الشيعة إلى الفقهاء في زمنهم، يعني فضلا عن الإرجاع إلى الفقهاء إلى العلماء الأمناء في زمن الغيبة، كذلك أرجعوهم إلى الفقهاء إلى العلماء في زمن الحضور، وذلك وفق أدلة إن شاء الله نبينها باختصار. من المعلوم أن الدين الإسلامي، الشريعة، الفقه لا يؤخذ إلا من الله سبحانه وتعالى بالأصل، باعتبار أن الدين لا يصاب بالعقول، ثم يؤخذ من الهداة الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى أولياء ومرشدين، وهم الأنبياء والأئمة عليهم السلام. وفي الدين الإسلامي، الدين الخاتم، نأخذ الدين من النبي صلى الله عليه وآله ومن الأئمة عليهم السلام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك ورد في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن الدين قد تم وليس فيه نقص أو زلل أو سهو إلى غير ذلك، وقد بيّنه الله سبحانه وتعالى في القرآن، وبيّنه الرسول صلى الله عليه وآله في سنته الشريفة، حتى ورد عنه صلى الله عليه وآله في حجة الوداع التي نحن نعيش في أجوائها هذه المناسبة، إنه قال في حجة الوداع: يا أيها الناس، والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. ولكن تعلمون بأنه الأئمة سلام الله عليهم، وخصوصا في زمن الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام، قد مروا بظروف قاسية، ظروف صعبة، تضييق من الحكام، من السلاطين في ذلك الوقت، وكذلك التقييد للأئمة والتقييد لشيعتهم، وأيضا بعد المسافة باعتبار انتشار الإسلام، انتشار التشيع في مختلف البلدان، حتى وصل إلى ما وراء النهر وإلى في الهند وغيرها، وكذلك في أفريقيا. فكان الشيعة في بلدان متعددة يصعب عليهم الوصول إلى الحكم الشرعي، إلى الأحكام الفقهية، وأيضا كذلك بعد الشقة، المسافة، فكان من الصعب الوصول إلى الأحكام، في خصوصا مع وسائل النقل المتعارفة في ذلك الوقت، قد يحتاج الإنسان حتى يصل إلى الإمام عليه السلام إلى أشهر من المدة، فهذا واحد من الأسباب. كذلك بعض المؤمنين، بعض الشيعة، كان لا يعرف كيف يسأل أو لا يجرؤ على السؤال، حتى ورد عن بعضهم أنه قال عن أمير المؤمنين عليه السلام: وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله عن الشيء فيفهم، كان منهم من يسأله ولا يستفهم، حتى أن كانوا لا يحبون أن يجيء الأعرابي والطاري فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يسمعوا، فيتعلمون من خلال أسئلة الآخرين. وأيضا قد يكون السامع ليس بمستوى من الوعي، من الفقه، من العلم، بحيث أنه يدرك ما يتكلم به المعصوم عليه السلام،
وإنما يحتاج إلى توضيح إلى تنبيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله في خطبته، خطب النبي صلى الله عليه وآله كما في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، خطب النبي صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف فقال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها ليبلغ الشاهد الغائب، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فبالنتيجة هذا الإنسان البسيط، الإنسان الذي ليس له تلك الفقاهة أو البعيد النائي، قد يصعب عليه الوصول إلى الحكم الفقهي الحكم الشرعي، فيكون في حيرة من أمره، ماذا يفعل؟ هل يترك العمل؟ لا شك أن هناك تكاليف إلزامية وجوب أو حرمة، وترك العمل قد يؤدي قطعا إلى ترك الواجبات، وفعل كل شيء يؤدي إلى فعل المحرمات، فبالنتيجة لا يستطيع فعل كل شيء أو ترك كل شيء، وكذلك لا يستطيع الاحتياط في كل شيء لأنه متعسر وصعب. ماذا يفعل؟ أرشد الأئمة عليهم السلام وخصوصا الإمام الباقر عليه السلام شيعتهم إلى الرجوع إلى الفقهاء، في وقت الذي نهوا عن الرجوع إلى فقهاء الجور، فقهاء الضلالة مثلا الذي يعمل بالاستحسان بالقياس بالرأي، فذموهم بذم شديد، ولكن في الوقت ذاته حثوا على أصحابهم على الفتوى وعلى بيان الأحكام الشرعية. فمما ورد في ذلك أنه ما قاله الإمام الباقر سلام الله عليه لأبان بن تغلب: اجلس في مسجد المدينة وفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. فيشجع أبان لأن يكون مفتيا. وكذلك ما ورد عن في حق زرارة، فإذا يقول المفضل ابن عمر: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وكان في حضرته الفيض بن المختار فسأله قال: فإذا أردت بحديثنا فعليك بهذا الجالس، وأومى بيده إلى أحد أصحابه، إلى رجل من أصحابه، فسألت من هو فقيل هو زرارة، فأيضا كان يرشد إلى ذلك. مورد آخر أيضا عن سليمان بن خالد الأقطع قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي عليه السلام إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، يستنبط الأحكام، هو هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي عليه السلام على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة. وكذلك سأله أبو يعفور، سأل الإمام الصادق عليه السلام يقول أنه ليس كل ساعة ألقاك، يعني قد يكون المحجوب عن الإمام عليه السلام أو بعد المسافة، فلا أستطيع الاستفهام والاستفسار منك في كل لحظة، فليس ألقى كل ساعة ولا يمكن القدوم، ويجيء الرجال من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه. فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي؟ فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها. وهكذا موارد أخرى في كلامه، لما سأله علي بن مسيب قال: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. وهكذا رواية قريبة منها في حق يونس ابن عبد الرحمن، وأيضا الرواية عن السفير العمري رضوان الله عليه التي ورد فيها: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، وإلى آخره. فكان هناك إرشاد من الأئمة عليهم السلام إلى الرجوع إلى الفقهاء، طبعا الرجوع إليهم وليس على نحو العرضي والاستقلالي، وإنما بالرجوع، وبينت في البحث لكن باختصار هنا أبينه، وإنما يبينون الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وعن الأئمة عليهم السلام، يبينوها بفقاهتهم
يفرعون علينا الأصول وعليكم التفريع، كذلك أنه يرشدون الأئمة عليهم السلام إلى كيفية تمييز هذه الروايات المتعارضة الوقت. فهذه الأمور لا يمكن أن ينالها كل أحد، وإنما الفقهاء، فالفقهاء المأمونون العدول هم الذين استطاعوا استنباط الأحكام الشرعية، تمييز الأخبار الصحيح منها وغير الصحيح، المقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، وكذلك العرض على كتاب الله ما وافق كتاب الله فيأخذون وما خالفه فيرفضوه. وهذا تشريع من الإمام سلام الله عليه وإجازة منه إلى الرجوع إلى الفقهاء. ويعني بالنتيجة نختم هذا البحث بهذا المختصر، وأعتذر عن الإطالة، نسألكم الدعاء، أعتذر عن التقصير. الشيخ محمد علي صالحي، حقيقة هاي مسألة احنا وايد محتاجين أن تتوضح لنا، يعني هاي فيما قضية بأنه أملوا على أصحابهم بالاجتهاد يعني بالحال، يعني احنا عندنا مدارس علمية ظهرت في عهد الإمامين، عفوا في عهد الإمام الباقر عهد الإمام الصادق. يعني أنا مو مأخذ على جناب الشيخ لا، بس احنا نعتقد بأنه كانت هناك فسحة بين سقوط الدولة الأموية ونشوء الدولة العباسية، بحيث أن يعني الإمام الصادق أبدأ علمه وانشأت الحوزات العلمية إذا صح التعبير، ما أعتقد كان أكو تضييق. نعم. والصور اللي وضحها جناب الشيخ مع احترامات الكبيرة له والبحث مالته. والأمر الآخر أنا ذكرت اليوم حقيقة سماح السيد باحة عبد الفترية هواي فادني عبيد يقول مداخلات ما تعني النقد. نعم. حقيقة مهمة جدا. نعم. ملاحظات تقويمية للإفادة. يعني أرجو أن يفهم يعني جناب نعم. الشيخ وهو بغنى عن التعريف. الأمر الآخر كيف نتصور بأن أنا ما عندي اعتراض بس أقول كيف نتصور بأن الأئمة أملوا على أصحابهم كخطوط رئيسية حتى يجتهدوا في المسائل اللي تعرض عليهم؟ إذا أمكن توضيح من جناب الشيخ جزاكم الله خير جزاء ممنون. أحسن جناب الشيخ. عفوا مداخلتي بالنسبة لبحث جناب الشيخ محمد. نعم. محمد علي الصالحي، هذا البحث يعني من البحوث اللي أنا تشرفت بمتابعتها علميا، وكان بحثا وافيا واستوفيا لجميع الشرائط المنهجية والعلمية، لكن ربما الوقت لم يسع الشيخ أن يستوفي. نعم. بلا شك. ما يريد من نقاط حساسة في هذا الموضوع، لكن ما أريد أن أنبه عليه ربما من باب الكلام جر الكلام، ذكر جناب الشيخ بعض الأخبار التي لم ترد عن الإمام الباقر في الإرجاع، مثلا الإرجاع في زمن السفير، هذه الرواية لم تكن من الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكذلك الإرجاع إلى يونس بن عبد الرحمن لم يكن إرجاعا من الإمام الباقر، فقط للتنبيه. نعم. ليس إلا، وإلا البحث يعني كان بحثا ممتعا وجيدا وشيقا. أحسنتم. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. للشيخ الصالحي أيضا، هناك إشكالية في الروايات التي أوردها وعادة تكون متلازمة مع هذه الروايات، كيف نميز بأنه الأئمة أرجعوا الشيعة إلى من وردوا في الروايات على نحو ناقلي الرواية أم على نحو استنباط الفتوى؟ هاي الإشكالية تكاد تكون متلازمة، يعني طبعا حتما جناب الشيخ تعرض لها في البحث أنا أعتقد، لكنه ما صار متسع، فنحب أنه نسمع جوابه بهذا الشأن. كيف نميزهم بين الفقهاء وبين من الأصحاب؟ من كونهم ناقلي رواية، ناقلي رواية بالفعل. هو أنا هذا السؤال اللي في بالي يعني. عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مداخلة على المداخلة، بعض الأخوة الأطايب اعترض أو استفهم حول الاجتهاد في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، في حين أن الإمام أعطانا مندوحة للفقهاء آنذاك، لفقهاء زمانه صلوات الله وسلامه عليه، إنما علينا التأصيل وعليكم التفريع، فباب الاجتهاد مفتوح في مندوحة معينة، في مندوحة كما يعبر لا بؤيس بها في زمن الإمام. هذه على بحث الأخ الكريم جناب الشيخ المفضل، مداخلة على المداخلة.